انا قلتها امبارح وانا بتكلم مع كابتن رضا عبد العال، واكررها حتى تاخذ مساحتها الاعلاميه المستحقه. شوف نادي الزمالك بيمر ب، مش عايز اقول بعنق زجاجه، مش عايز اقول مر بازمه، ولكنها حقيقه يعني مطب قوي. انك تروح تلعب نهائي البطوله الافريقيه وانت الحارس الاول بتاعك موقوف، وانت الحارس الثاني بتاعك اللي تألق في الماتش اللي فات اصيب، فانت ما عندكش، لانه قائمه افريقيه في النهايه ما عندكش غير الحارس الثالث اللي هو عمر صلاح. شوفوا كل ما يقال في هذا الوقت من دعم لعمر صلاح هو يستحقه، لانه انت بتبقى شايف بشاير، فعمر بشايره كانت ظاهره مع نادي الزمالك. فانت بيقول لك ايه، انت بتصنع الخير في اهله، انت ما بتزرعش في صحراء يعني، ما بتزرعش في حته بور، انت بتزرع في مكان خصب. ولذلك انا بتخيل انه جمهور نادي الزمالك والاعلام بشكل عام لازم يبقى له دور في دعم عمر صلاح، وشكل الدعم ده في الكلام اللي احنا بنقوله، لان هو اكيد هيجتهد على نفسه، اكيد هو يشتغل على نفسه، اكيد الجهاز الفني، اكيد مدرب حراس المرمى، اكيد كل الحاجات اللي انا بقولها لحضراتكم دي هم اوريدي كده كده شغالين عليها. ولكن اللاعب لما بيحس انه الناس واثقه فيه بشكل كبير وعارفه انه هيبقى قد المسؤوليه، ده بيديله دافع نفسي مهم جدا وقفه على رجليه. ونقطه كمان حقيقه برضو مهمه، هي دور الحراس الثانيه، يعني دور جنش لازم له دور قوي في دعم عمر، لازم عماد السيد له دعم ودور قوي في دعم عمر صلاح. خط دفاع نادي الزمالك بالكامل لازم يبقى طول الوقت حاطط عينه على عمر، ويبقى مركز معاه بشكل كبير جدا جدا. بشكل شخصي واثق فيه بنسبه مليار في الميه، مليار في الميه. واقول لكم على حاجه، هيبقى من نجوم اللقاء ان شاء الله باذن الله، هيبقى واحد من نجوم اللقاء واللي الناس كلها هتتكلم عنه بشكل كبير جدا جدا. فانا بشوف انه الموضوع ده مهم جدا، ولازم عمر يبقى عنده يعني العزيمه والثقه والثبات ان شاء الله باذن الله، واحنا شفنا منه ده قبل كده، ومتاكدين ان احنا هنلاقيه في نهائي البطوله الكونفدراليه بمشيئه الله.